استعجل شوي، متنا من الجوع. دقيقتين معلم. قلتك بيعطونا نادية يعني؟ مو على كيفهم، صدقني معلم ما عندهم خيار. لك شو صار معك؟ المعلم مات من جوعه. تفضلوا شموا لي هالريحة. يا عين يا عين. ذكرتني بأيام العسكرية. يلا كلوا هلأ، حاجة تضيعوا وقت. رح نكون مع بعض للموت سيدي، مو؟ شيلنا من سيرة الموت هلأ. إن شاء الله سليم. يلا يا ريت كان أبوك معنا هون هلا، كان كيف ذكرت أيامي معه وقت كنا بأفغانستان، كنا لسه شباب وقتها، وأيامها كنا عايشين سوا بغرفة واحدة، كان لسه عمرك شي شهرين، وأبوك طول الوقت حامل صورك بإيده، وفي مرة لقطه كانوا عيونه حمر وعم يدمعوا. وسألته خير شو صاير؟ قال لي دموع من البصل. رح نصير مثلهم معلم؟ رح نعيش مع بعض؟ رح نكون اخوات بعهد الله ما بيفرقنا غير الموت. انت احلى اخ يا سيدي. ايش؟ لازم تنتبهوا على حالكم منيح، اياكم تتخلوا عن بعضكم، كونوا اخوات حقيقيين، وانا وابوك كنا هيك تماما، وان شاء الله نحن كمان. سليم تخبى جوا. لما ما رديت علي قلقت كتير واجيت اطمن عليك يا عفوز. ما تواخذيني ما انتبهت عليه. تفضلي. مرحبا. اهلين. جوعان الشي؟ شوي. تفضلي تعي كليلك معنا شي لقمتين لكان. عن جد انا بحب البيض ببندورة كتير. يا عيني. طيبة كتير. يسلم ايديكم. كأنه ما فيها بصل؟ ايه بلا بصل. تفضلي. لا تواخذني بس فقدت أعصابي عالجوع. شو اللي جابك لهون داريا؟ لازم نحكي شوي. طيب عن إذنكم رح اترككم تاخذوا راحتكم. لا تواخذني قومتك. لا يا بنتي اصلا عندي شغل وبدي خلصه. يلا خذوا راحتكم. شكرا لك.
اللي في شي مشكلة؟ لا بس مالح شوي. ما عم اسأل عن البيض، عم اسأل عليك. بالي مشغول عليك، شفت دكتورين بعرفهم. مشان شو؟ مشانك انت طبعا. يا فوز، بتعرف شو اللي وصلني لمكانتي اللي انا فيها؟ لا ما بعرف. كنت الاولى بدفعتي بكلية الحقوق وبالثانوية وبالابتدائية، وكنت الاولى بامتحانات النقابة. انا عنيدة كتير يا فوز، ما بستسلم ابدا. اذا حطيت شي براسي بوصل له. مثلي يعني؟ لا ماني مثلك. انت احيانا بتتصرف مثل المجنون وتصرفاتك ما بتعجبني. في دكتورة رفيقتي حابة تشوفك. ما بدي شوف دكاترة، ما في داعي داريا. بس انا بدي. طلع من هالدور اللي عايش فيه الزلمة اللي خسر كل شي وبده يموت، لانه عن جد ما بيلبق لك ابدا. وانا رح اعطيك رقم دكتور نفسي تشوفيه كمان. انا عندي دكتور نفسي اصلا، عندي دكتور بروحه وبزوره، وين الغلط بالموضوع؟ داريا بتشكرك من قلبي لانك عم تفكري فيني. صدقيني انا ماني حابب زعلك. بلا عم تزعلني. لا صدقيني داريا، لا تخافي، انا رح ضل قوي. والله انا مرتاح هيك كتير. لا تقنعني، اذا ما رحت برضاك رح اخذك غصبا عنك. انت دائما هيك عنيده؟ دائما. واذا بدك كمان يا يافوز، كل ما رفضت اكثر انا بعند اكثر، بتحفزني اكثر. منروح من دكتور لدكتور حتى نلاقي علاج، مفهوم؟ وخلص تصبح على خير. شو صاير معك؟ شبك مبين مهموم وزعلان. اللي مين زعجك؟ اجيت بالوقت المناسب سيدي. شو هذا اللي عم تشربه؟ هاد مشروب غازي سيدي. سيدي مو مصدقني؟ خود شوف. ايه مزبوط، خلص خود. احكي لي شو صاير معك؟ رفيقي اللي حكيت لك عنه. ايه الله لا يعطيه العافية فوق تعبه، لك الله لا يعطيه العافية. طلع واحد غبي كتير، لأنه البنت يلي بيحبها طلعت غنية. هالبنت طلعت عم تتسلى فيه. ومعقول ما انتبه على هالشي من البداية؟ هو صدق، فكر انه عم تهرب من ابوه لانه سيد. طلعت القصة كلها كذب سيدي. رفيقي راح لعندها على البيت لحتى ينقذها، والبنت قلعته من البيت سيدي. طلعت هالبنت ما بتحبه. قالت له مين انت؟ يعني معقول بنت غنية مثلي تحبك انت؟ وفهمته انه هي بنت جاه وعز، وهو ما حيلته شي ابدا.
هالبنت غلطانة. الشاب تعبان كتير سيدي، البنت حرقت له قلبه. كنت دائما اقول له هالبنت عقلاتها فيه شيء، كنت اقول له هالبنت مجنونة وعم تتوهم شغلات غريبة، وقل له شو صار لك شغل مخك، هالبنت هي ما بتناسبك لها. وقلت له شو عم تعمل بحالك، لوين رايح انت شاب محافظ، لا تورط حالك، حاجتك جنان ولا تفكر بقلبك. هالبنت فنانة وما بتناسبك، فكر منيح، هيك بنت ما رح تناسب عقليتك. لا جد، فكر بعقلك وبالمنطق بس. فهمت. بس يمكن يكون رفيقك تسرع بحكمه. كيف يعني سيدي؟ شوف، يعني رفيقك ما فكر أبدا إنه يمكن هالبنت عم تتهدد. خير شبك سيدي؟ من وين اجى هاد هلا؟ شكله مثل المجنون اصلا. انا صار لازم امشي، بدي ادور على صيدلية. خليني اجي معك سيدي. لا لا خلاص ما في داعي سيدي. قلت لي انه يمكن تكون البنت عم تتهدى. فكر مجاهد، فكر. كيف راحت عن بالي هالقصة هي؟ عن جد ما اختاروا قائد لقلنا هيك عن عبس. الشغلات اللي بتخطر ببال هالزلمة ما بتخطر ببال حدا. كلامه صحيح سيدي. جبت توماس وجاي على المكان. تمام، وأنا جاي. انتبه منيح. أمرك سيدي. داريا؟ امشي، خلينا نروح على الدكتورة. داريا ما فيني روح، مستعجل، رفيقي عامل حادث ولازم روح شوفه فورا. أها، أمتى وكيف ووين؟ ما بعرف التفاصيل. يا فوز، لعب غيره. لك بالزور حتى قدرت أخذ لك موعد عنده، لا تأخرنا، يلا امشي قدامي. طيب شكرا، بس لازم سكر المحل بالأول، يلا. لأني عرفانة ما رح تجي، قلت بجيبك بهالطريقة. تسمحوا لي روح سد داريا؟ شو حضرة النائبة؟ امسكوه وحطوه بالسيارة. انت في شي بعقلك داريا؟ هلأ قلي حضرة النائبة. عم قلك عندي شغل ضروري، صدقيني مضطر. تحرك. شو هالولدنة هاي؟ تصرفاتك هي خلتني أعمل هيك. نزليني. أكيد ما رح نزلك، أنا قلت لك أني عنيدة يا فوز.
لا تخليني جن داريا. جن يا فوز ما رح يهمني. داريا انت عم تحكي عن جد؟ طبعا، اصلا انا ماني شاطرة بالمزح ابدا. رايحين على الدكتورة هلا؟ ايه لعندها، وجايبة الشرطيين بالدولة معي لهون بسبب حضرتك، بسببك يمكن اوقع بورطة. ما في مشكلة حضرة النائبة، ما نحن اجازة اليوم. ايه بس هذا خارج شغلكم، ورح اتكلف بحق البنزين. رح تدمي عيوني. لا تبكي، بتقطع لي قلبي. يا فوز، الافضل انك تعمل اللي بقلك عليه وبس، خلينا نحل الموضوع بالحسنى. طيب فكوا لي ايدي على الاقل. لا بركي هربت. خلص داريا ما بهرب. توعدني؟ بوعدك. ماشي. ننطر هون حضرة النائبة؟ ما في داعي، حاج عذبتكن معي. طيب عن اذنك لكان. الله معك. تحرك يلا. فيك تكوني لطيفة شوي؟ عفوا يا فوز بيك، تفضل قدامي لو سمحت. ما في شي بفائل. معناتها ما في إله علاج، أكيد رح موت. خلص خلونا نسكر على السيرة. يا فوز اهدى شبك، شو حكينا؟ يا فوز الشغلة مو لعبة، هالفيروس خطير كتير ويمكن يقضي على جهازك العصبي تماما. شو يعني؟ اللي عم يوجعك راسك كل فترة مو هيك؟ ايه بس قليل كتير. بس الوجع رح يزيد أكتر لدرجة ما بقى تتحمله، بعدين بيتطور وبتفقد حواسك شوي شوي، اللمس والتذوق والشم والنظر. كيف يعني؟ ومعقول ما له علاج دكتورة؟ لهلأ ما في علاج معروف، بس رح أبحث عنه. شو هالفيروس هاد؟ هاي الفيروسات بينتجوها عادة بالمختبرات، بيستخدموها كسلاح ضد الخصوم. تخيلوا هالتقنيات الجديدة بالحروب قديش هالشي دنيء وسيء. وشو يلي رح يصير بعدين؟ مشيك وحركتك رح يصيروا محدودين. وبعدها بموت مو هيك؟ حتى لو ما متت رح تتمنى الموت من الوجع. أسفة كتير يا فوز. ما تخيلت يكون هيك أبدا. أنا رح أستمر بدراستي عنه، بدي أبعت عينات الدم المسحوبة لرفقاتي وأساتذتي برات البلد والمختبرات. إن شاء الله نلاقي بصيص أمل. خلي أملكم بالله كبير دايما. رح نلاقي علاج يا فوز، خليك قوي. يا فوز بترجاك لا تخيب أملي، لا تستسلم. أكيد ما رح أضعف أبدا، بس بذكرك خليها بيناتنا. اطمن يا فوز. أكيد ممنونك. داريا ليش عم تعملي هيك؟ ما بعرف، أنا بحياتي ما استسلمت، ويمكن ما بدي اشوف حدا عم يستسلم. طيب فيني روح هلا؟ ايه طبعا.
صارت معي شغلة أخرتني جاي فوراً.